الآن مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بحضراتكم وساعة بث مباشر من برنامج خد بالك. في كل حلقة بنحاول نتكلم في موضوع من الموضوعات القانونية اللي بتهم حضراتكم. النهاردة هنتكلم عن جرائم النصب في التعاقدات. اتخذت أشكال عديدة ومتنوعة خصوصا مع التنوع ومع التطور التكنولوجي، ولكن علم النفس حدد وشخص تحديدا أنه النصاب شخصية له وجهان، وجه مبتسم ودود، وفي الجانب الآخر أو في الوجه الآخر كذاب مخادع. والكل اجتمع أنه الشرط الأساسي للوقوع في جريمة النصب هو أن يكون الطرف الآخر اللي هو اللي وقع في دائرة النصب أنه يكون طمع، فما بيختلفش سواء متعلم أو غير متعلم. هنتكلم النهاردة عن جرائم النصب في التعاقدات، أهمها وصورها وأشكالها، والفرق بين النصب والسرقة والتدليس وخيانة الأمانة، والعديد من الاستفسارات. لكن اسمحونا بداية نرحب بسيادة المستشار أسامة مرتضى، المحامي بالنقد والدستورية الأولي. برحب بحضرتك. أهلا بك. أهلا بحضرتك سيادة المستشار. يعني جرائم النصب في التعاقدات، بداية نحب ناخد فكرة عن صور النصب في العقود. طيب قبل ما ابدا في دوت، بس انا يعني بعد اذن حضرتك اتفضل تحفظ بسيط على الجمله الاخيره اللي حضرتك قلتها في المقدمه، اللي هو دايما الواقع عليه نصب بيكون طماع. لا مش لازم، مش بالضروره، مش في الغالب. لا لا لا، مش في الغالب، باي حال من الاحوال مش في الغالب. يعني النصب دايما ممكن يقع على جاهل، ممكن يقع على مش جاهل بمعنى كلمة جاهل عمي، لا، جاهل بالأمور القانونية، جاهل بالوضع اللي هو داخل عليه القانوني، جاهل بعدم معرفته إزاي يتوقع النصب اللي وقع عليه. تمام، ممكن يكون شخص عادي جدا، ممكن يكون شخص ذو مكانة علمية أو مكانة اجتماعية أو مكانة في المجتمع عالية جدا، ويقع عليه النصب نظرا لظروف معينة أو زيادة قدرة المحتال أو النصاب في إيصال الإقناع، في الإقناع وإيصال الوهم بما يستخدمه من أدوات وبما يستخدمه من أوراق. تمام، فده بس إيه يعني، مش لازم يكون المجني بس في الغالب، ممكن يبقى في الغالب طمع، عنصر الطمع. يعني لما شقة مثلا معروضة بمليون جنيه أو تمنها مليون جنيه وتعرض مثلا بخمسمية، حالات فردية. دي حالات فردية، حالات فردية بسيطة. لكن بنتكلم مثلا على مثلا صاحب مشروع استثمار عقاري أو صاحب تايم شير بيبيع الوهم، ده العدد المجني عليهم عنده بالمئات وبالالاف. هل في صور للنصب في العقود سيادة المستشار؟ في كتير. زي صور النصب في العقود كتير. إهام المتعاقد بصورة غير حقيقية عن وقعة التعاقد او عن مضمون التعاقد او عن مبلغ التعاقد. يعني ممكن يوهمه بمساحة مختلفة، ممكن يوهمه ان اصول الملكية موجودة وسليمة وهي تكونش سليمة، ممكن مكنش اكتملت، ممكن اوهمه بمبلغ اكبر من المبلغ اللي العقار متمن عليه او يستحقه بالفعل. في صور كتيرة جدا في التعاقدات بالذات، كويس، ليها كل جزئية منها ممكن تقع تحت طائلة انها اتعرض لحالة نصب. تمام، لو شخص وقع ضحية لجريمة نصب، ايه هو الاجراء الوقائي والاحترازي المفروض يتبع كخطوة اولى لضمان الحق؟ طب قبل ما نقول دوت، يعني قبل ما نقول هو وقع بالفعل في دائرة النصب، نبدأها من البداية. نبدأها من بداية تعرضه لوقعة النصب. كويس، بداية تعرضه لوقعة النصب، ويا ريت نخصص على وقائع معينة عشان كل حالة ليها وضع. يعني في مجال التعاقدات الأغلب الأعم هو التعاقد على شقة أو فيلا أو عقار أو حاجة زي كده. فنبدأ من البداية قبل ما يوصل لمرحلة ان هو اتنصب عليه. ازاي يتدارك ان هم يوصلش لمرحلة يحمي نفسه على قدر الامكان في دائرة النصب، على قدر الامكان. طب نقول الاجراءات والطرق بعد ما ناخد اول تليفون ونكمل يا فندم. الاستاذ عادل مساء الخير. الو مساء الخير، اتفضل يا فندم. اك
اكلم سياده المستشار بعدين. معاك سياده المستشار اتفضل. بقول لحضرتك انا عايز استفسر استفسار عن قانون الخدمه المدنيه 81. اه بخصوص انا حصل على لسانس حقوق وتسكيني الوظيفي المفروض بحث قانوني. اتسكنت اخصائي شؤون عاملين. اخصائي شؤون عاملين. فاقول لحضرتك لو رفعت دعوه ايه موقفها؟ انت عايز تعدل المسمى الوظيفي بتاعك؟ بالظبط صح كده. عايز تعدل، عايز تعمل تسويه وظيفيه. لا انا عملت التسويه والقرار نزل. فانا عايز المسمى الوظيفي. انا سكنت اخصائي عاملين. طب لكن انا عايز باحث قانوني. طب بس مبدئيا بس هسألك على حاجه. المسمى الوظيفي ده بينزل بيه كارت التسميات الوظيفيه من الجهاز المركزي للتنظيم والاداره. بالظبط كده. تمام كده. بيتوزع على كافه مؤسسات الدوله، ومؤسسات الدوله بترتبط بيه ان المسمى الوظيفي بتاع وظيفه الكادر بتاعها يكون حصل على شهاده معينه، قضى في وظيفه في الوظيفه قد كده، الكلام ده كله. دوت انت عايز تغير فيه ايه؟ باحث قانوني. انا خدت المؤهل اثناء الخدمه. اخدتها اثناء الخدمه. فانت عايز تعدل المسمى القانوني بتاعك الى باحث قانوني؟ باحث قانوني. انت قلت لي ان في الاول ان انت باحث قانوني. لا ما هو سكنني اخصائي شؤون عاملين. ما انا عايز يعني سكنه اخصائي شؤون عاملين. هو عاوز يغير المسمى الوظيفي بتاعه. عايز يغير المسمى الوظيفي بتاعك وتروح لاداره الشؤون القانونيه مثلا. عايز ينقل من اداره لاداره. طب اتخذت اي اجراء استاذ عادل؟ لا لسه. قدم طلب للجهه الاداريه بتاعتك الاول ولجنه تفضل المنازعات بتاع الوزاره عندك اللي انت متعين فيها كويس. بطلب تحويلك او من الى. تمام. ودي بيرجع فيها على حسب ظروف الشغل او حسب حاجه العمل او حسب يعني الاحتياجات الوظيفيه في المكان اللي انت هتمشي منه واللي انت عايز تروح له. تمام. لازم يكون مكان فاضي. يعني مكان فاضي والمكان اللي هو هيسيبه كمان ما يبقاش فيه خلل. ودي راجع لسلطة الرئيس المباشر بتاعه او سلطة الهيئة بتاعته. اذا لقيت فيها اجحاف او فيها عدم انصاف ممكن ترجع للقضاء. اي استفسار تاني استاذ عادل؟ شكرا 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 يا فندم. سيادة المستشار حضرتك كنت بدأت بتقول الخطوة الاولى ازاي احمي نفسي من الوقوع في دائرة النصب. ايه هو الاجراء اللي امن بيه نفسي علشان ما لا اقع ضحية؟ مبدئيا كده الشخص اللي عايز يشتري شقه او يشتري عقار او حاجه زي كده سواء بيشتريها من فرد او بيشتريها من مؤسسه او بيشتريها في كومباوند او بيشتري تايم شير، كل الكلام ده كله عليه شويه اجراءات الاول للاطمئنان لنفسه. تمام. وعشان ما يدفعش فلوسه على الارض. صحيح. ويرجع يخش في مشاكل قضيه هو في غنى عنها. كويس. اصل هو القصه ما بتقفش عند مجرد انك اتنصب عليك في فلوس. مع المدى الطويل ممكن الفلوس تيجي. لكن خدتها امتى وازاي وصرفت قد ايه عشان ترجعها، ما ده كله بيعتبر في عرف مشوار وخساره ماديه ومعنويه ونفسيه وجسديه. تمام. اتاكد من الشخص اللي لو بتشتري من شخص، اتاكد من كينونه الشخص اللي بيشتري اللي انت بتشتري منه. مالك ولا وكيل؟ واذا كان وكيل يبقى التوكيل ساري ولا مش ساري؟ واذا كان مالك عادي مسجل ولا مش عادي مسجل بصحه التوقيع؟ ويتتبع العقود لغايه ما يصل الى اخر عقد مسجل على العين اللي هو عايز يشتريها، ده اذا كان بيشتري من فرد. تمام. تمام. ويتاكد من شخصيه، في حاجات صغيره ممكن تظهر له الموضوع. وعلى سبيل المثال لا الحصر. عداد الكهرباء اللي موجود في العين اللي هو رايح يشتريها باسم مين؟ عداد الميه اذا كان شراء من افراد يعني. اذا كان شراء من افراد، عداد الكهرباء باسم مين؟ في تليفون، في غاز متركب باسم مين؟ باسم المالك القديم اللي عامل توكيل ولا باسم الشخص اللي هو بيبيع له مباشره؟ في حاجات بتدعو للاطمئنان على طول. تمام. يتاكد من الملكيه، يتاكد من الشخص والدور مش مخالف ومن الحي بيسال عن الدور مش مخالف وان تراخيص المباني موجود، الكلام ده كله. يتاكد من كافه الشؤون القانونيه دي كلها وبعد كده يعمل التعاقد بتاعه ويركز في كتابه ده العقد. لو من افراد يا فندم. وبرده كتابه العقود ليها طريقه. صحيح. لها طريقه. لازم تحفظ، احنا ما بنقولش تحفظ حق المشتري بس ولا البائع بس، بنقول تحفظ حق الطرفين بيع ومشتري. عند وجود اي نزاع نقدر نرجع للعقد نفسر العقد بما فيه مصلحه الطرفين، والمخل اللي موجود في العقد خلى حاجه معينه في العقد عقابه موجود في العقد او طريقه
الإخلال وطريقة التعويض على هذا الإخلال أو إصلاح هذا الإخلال بتبقى موجودة في العقد. تمام، ده بالنسبة للشراء أفراد. من أفراد. أفراد هنتكلم الشراء من شركات ومن مؤسسات ومن غيره، والتايم شير تحديدا عاوزين نركز عليه تمام. برضو عشان في مشاكل كتير كله الشركات والمؤسسات غالبا الشراء سواء عقارات أو تايم شير قريبة جدا من بعض. تمام، ناخد تليفون ونرجع لموضوعنا. الأستاذة سناء مساء الخير. مساء النور عليك، ازيك عامل ايه؟ ازيك يا فندم، اتفضلي يا فندم. لو سمحت بعد اذنك، انا واخدين محل باسمي. حضرتك مستاجره يا فندم؟ محل ايجار. ايجار وبقالنا شهرين صاحب البيت مش عايز ياخد الايجار. تمام، رافض ياخد الايجار. بيقول انا جاي لي عوايد مبلغ كبير يعني لازم تدفع العوايد يا اما مش هاخد الايجار. حضرتك ايجار قانون قديم ولا جديد يا فندم؟ ايجار قديم. قديم، يا ربي خليك دلني نعمل ايه، علشان هو دلوقتي عايز يحط لنا في مأزق واحنا مش عارفين نتصرف نعمل ايه. لا لا سهله جدا، مجرد يا ربي يخليك ويبارك لك ويحافظ عليك. اي استفسار تاني يا استاذ سناء؟ كده ما تحرمش منك، ربنا يبارك لك ويحافظ عليكم. شكرا يا فندم. مجرد امتناع المالك عن استلام القيمه الايجاريه من المؤجر، فبيرجع المؤجر النهارده لانذار عرض على يد محضر بالقيمه الايجاريه المستحقه عليك. بسيطه وسهله جدا. طب العوايد دي محل مسؤوليه المستاجر يا فندم بصفه عامه يعني؟ مسؤوليه المستاجر بتذكر في العقد يا فندم؟ لازم تذكر في العقد. بتذكر في العقد، يعني ايه هي البنود الواجب ان تذكر في العقد علشان لا المالك يطالب بزياده ولا المستاجر يخل بالتزاماته؟ بنرجع بنقول برضو العقد شريعه المتعاقدين. طبقا لتسقط المادة المادة 107 البنك المادي بتقول العقد شريعة المتعاقدين. الكلام بقى في الضرائب، الكلام في صلاحية السداد، الكلام في الإخلاء، الكلام في المدة، الكلام في ده كله مكتوب في العقد، مش هيحصل مشاكل بعد كده. صحيح، لأن كل واحد من الطرفين عارف ما له وما عليه. لكن العقود العايمة أو العقود اللي بتبقى جاية من المكتبات مكتوبة مجهالة وتايهة، حتى هاتوها من المكتبة بس يقروها يقولوها واكتبوا الصياغه، اضيفوا وضيفوا فيها او احذفوا منها اللي انتوا قعدتوا اتفقتوا عليه. صحيح، علشان ما نوقعش في مشاكل، عشان ما حدش يقع في مشكله. تمام. الاستاذه ليلى مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اتفضلي سؤال حضرتك. انا صاحبه بيت وعندي صيدليه كبيره، محلين مفتوحين على بعض، صيدليه كبيره من سنه عامله لها عقد ايجار من 2005، واحد من شهر 6 2005. الإيجار ب 200 جنيه. المشكلة هنا اللي فوجئت إن العوايد بيطلعين عليا مبلغ كبير 16,000 جنيه، بسألهم قالوا لي علشان الإيجارات وكده، إيجارات المحلات، فطلبت من العوايد كشف مشتملات، يطلعوا لي كشف مشتملات، لقيت إن الصيدلية مأيدينها عندهم ب 600 جنيه إيجار شهري، وعلى أساسه مطلعين عليا العوايد زيادة العوايد. فأنا دلوقتي أعمل إيه؟ من حقي دلوقتي أطلب الـ 600 جنيه إيجار من الصيدلية ولا مش من حقي؟ أولاً المفروض تعملي تظلم في تقدير القيمة الإيجارية اللي موجودة على المكان. أستاذة ليلى، حضرتك وخدت معايا العقد الإيجار ووريته لهم وعملت التظلم، قالوا لي بقول لهم إيه انتوا بناء على ايه عملتوا كده؟ قالوا لي بناء اللي المفروض احنا بنفترض الزياده ان الحاجه دي بتزيد يعني، فده افتراضا، مش معقوله الصيدليه هتدناها العمر كله ب 200 جنيه، فاحنا بنعمل افتراض دي. وقدمت تظلم ولغايه دلوقتي ما ردوش عليا. لا، التظلم المفروض تفصل فيه على وجه السرعه، وكده كده قانون الضريبة العقارية بيقول ان هو بيجدد التقديرات كل 5 سنين. يعني تعمل ايه يا فندم؟ من دلوقتي قدم التظلم واترفض، في اجراء تاني لسه مثلا؟ لسه ما اترفضش، لسه ما اترفضش عليه. لا ما اترفضش، هو اتاخر ما ردوش لسه عليك. اللجنة ما فيش رد لغاية دلوقتي يا فندم. لسه اللجان متأخرة على او المكان فين؟ احنا في شبرا. في شبرا او اللجان القهوة. العوايد في شوكولاني. ماشي. الضرايب العقاريه، الضرايب العقاريه اللجان المشكله طبقا للقانون بتاع الضرايب العقاريه الجديد لنظر وفحص الطعون المقدمه من تقديرات الضريبه العقاريه على مستوى القاهره كلها متاخره جدا في نظر الطعون اللي متقدم عندها. طيب دلوقتي الطعن ما تردش عليها يا فندم، هل في مسؤوليه عليها هي؟ لا، هي ممكن تدفع اجزاء تحت حساب الضريبه.
تحت حساب الضريبة. تحت حساب الضريبة. يعني تدفع أجزاء تحت حساب الضريبة لغاية ما يتفصل في الطعن بتاعها. إذا كان ليها هيتقسم فيما هو آت. إذا كان عليها تبقى تدفع الفرق. تمام. يعني هو الخطوة الأولى اللي هي عملتها اللي هي الطعن. لازم الطعن والتظلم. وتنتظر التظلم. أو بس عشان ما تجمدش على مبلغ كبير تدفع أجزاء. يعني لو دفعت مش معناها موافقة. لا. طالما قدمت تظلم. طالما قدمت تظلم وما تفصلش فيه. تحت حساب. طيب هل هي وبتدفع يا فندم تذكر مثلا تحفظ معين ان هو تحت حساب كذا؟ هو تحت حساب. يعني يتكتب تحت حساب. يتكتب تحت حساب. تحت حساب الضريبة. لحين النظر في او الفصل فيها. لغاية الفصل في الطعن اللي هو مقدم منها. طيب لو نضع افتراض تاني سواء للأستاذة ليلى او لغيرها من المشاهدين اللي في نفس الموضوع. ايه الموقف لو اترفض التظلم؟ لو يبقى لازم وانا حاسس انه في ظلم عليا كمالك ايه اعمل ايه؟ لا يبقى على المستاجر بقى. على المستاجر. على شغل العين. يتحملها المستاجر. يتحمل. يتحمل يعني ممكن بقى ايه ترفع القيمه الاجاريه رضاء او قضاء. رضاء او قضاء. يبقى الحل الثاني اللي هي ترفع على المستاجر. اللي هو تقعد معاه الاول رضاء. العادي 200 هنخلي مثلا ب 350 ب 400 عشان هي كمان تقدر يعني تربح من وراه. يعني بنأكد انه العوائد دي مسؤوليه المستاجر. طبعا. تمام. الاستاذ وجيه معنا. مساء الخير استاذ وجيه. مساء الخير يا استاذ نشأ. مساء الخير يا فندم. اتفضل. بالمساء على سياده المستشار. اهلا بحضرتك. كنا بنسال على بخمس علاوات الخاصه بتاعت المعاشات دي. كان في اقاويل الاسبوع اللي فات انها هتتصرف او مش هتتصرف، فايه مصيبها يعني؟ استاذ وجيه احنا هنخصص حلقه كامله عن قانون التامينات الاجتماعيه وفي نفس الوقت عن المشكله المثاره بخصوص الخمس علاوات، خصوصا انه تم صدور حكم وتم الطعن على الحكم وعرض الامر على البرلمان وتم الاعلان على صرف الخمس علاوات، لكن الطريقه والخطوات ايه؟ ده اللي هنبلغكم بيه، لان احنا على اتصال مباشر مع لجان مجلس النواب وهنبلغكم بيه في الحلقه اللي جايه او اللي بعدها بالكتير. يعني الخميس الجاي واللي بعده يا استاذ. باذن الله يا فندم. متشكر. انا بشكر حضرتك يا استاذ وجيه. شكرا يا فندم. سياده المستشار، يعني حضرتك قلت انه بالنسبه علشان احمي نفسي من وقوع في دائره النصب لازم اتبع خطوات معينه عند التعاقد وعند ابرام العقد. احنا قلنا اذا كنت هتشتري من افراد الجانب الاخر بيشتري بقى من شركه. شركة استثمار عقاري او شركة عاملة كومباوند او عاملة مشروع عمارة او اتنين او تلاتة، او بيشتري من برضو في حالة يعني منتشرة جدا في السوق المصري بقى اكتر من 10-15 سنة وفيها مشاكل كتير جدا. صاحب ارض بيعمل عقد مشاركة مع مقاول، المقاول يبني وياخد مقابل بنائه وحدات، وصاحب الارض ياخد وحدات في المقابل. شراكة بقى. شراكة، ده داخل بالارض وده داخل من المباني. كويس. فاللي بينهم عقد مشاركه بطريقه معينه. تمام. مش مسجل. كويس. دي برضو لازم ننبه الناس ان انت رايح تشتري من مقاول واخد ارض بنيها من صاحبها، اتاكد من وجود صاحبها وان العقد اللي بينهم عقد سليم وان الشقه اللي انت واخدها داخله من ضمن حدود اللي بيبيع لك. لان هم مقسمين العقار شقق. تمام. ده الدور الاول. ودي بتتكرر كتير 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 جدا هنا، في خاصه في المدن الجديده كلها اغلبها بتتم بهذه الطريقه في العبور والتجمع والخمس. اعمل ايه انا انا عاوز اشتري شقه؟ هتشتري من المالك الارض. كويس. او من المقاول اللي واخد مقابل بناء وحدات. طب وايه اللي عرفني انه ده مقاول ولا مالك عمار؟ ما هو مالك بموجب ايه؟ بيبيع بموجب ايه؟ ما هو المقاول بيبيع بموجب عقد المشاركه اللي هو بيقول ان هو بيبني مقابل وحدات ومتخصص جوه العقد دوت الوحدات اللي هو يستطيع. يبقى انا اطلع على العقد بتاع الملكيه ويتاكد منه من الطرف الثاني. واتاكد منه من الطرف الثاني في العقد سواء المالك او المقاول. صحيح. يعني اتاكد من الطرفين مع بعض. يعني عنصر الاستعجال مش مطلوب. لا طبعا عنصر الاستعجال مش مطلوب. تمام. دي بقى النقطه اللي حضرتك ايه كنت بتتكلم عليها في الاول، ان ساعات بيطرح شقق او عقارات بسعر قليل قوي، فالطماع بقى هو اللي بيجري ياخدها وبيبصش ليه ان هو يتحقق من كل الاجراءات اللي احنا قلناها، سند الملكيه او غيره، الكلام ده كله. ده بقى الطماع اللي بيقع في حاجه زي كده هو اللي يتحملها. صحيح. تمام. هو دي النقطه اللي حضرتك كنت بتكلم، ودي حاجه بسيطه. يعني نسبتها بسيطه.
تمام. انت بتلاقي شقه سعرها مش متناسب مع سعر السوق في المنطقه بتاعتها او المساحه بتاعتها، فكر ليه. لا اقلق ليه؟ ساعات يقول لك ايه بدواعي السفر، اصل انا ببيعها لسرعه عشان عندي مشروع، عشان باخد شقه في مكان تاني. ما الامر ما فرقش، الامر ما فرقش 3 4 ايام اسبوع تتاكد من صحه الورق واشتري فرصه سعرها كويس بس صحيح. اتاكد. طيب بالنسبه بقى للافراد اللي بيشتروا من شركات ومؤسسات، ورق كتير المفروض تطلع عليه السجل التجاري، تراخيص المباني للشركه، تراخيص المباني، ملكيه الارض للشركه، كويس، ملكيه الارض اللي بتبيع للشركه، واذا كان مسوق عقاري بيبيع باسم الشركه. يعني في بعض المسوقين العقاريين بيبيعوا بياخد تفويض من الشركه لتسويق المشروع والبيع بنسبه. تمام، اتاكد من كل الكلام ده كله. واسال برضو في التراخيص بتاعتها والحي بتاعها وفي المطابقه. طب سيادة المستشار، هل الجهات الحكوميه بتساعد الشخص اللي عاوز يسال، ولا بيبقى لازم يبقى معايا موافقه من البائع او يعني؟ طيب خلينا نقول الاجابه ديت بس. نستاذنك نخرج لفاصل، وبعد الفاصل نكمل موضوعنا. اعزائي المشاهدين، فاصل ونتواصل مع حضراتكم.